وتكلمنا في المرة السابقة عن الصحابي الجليل سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، واليوم إن شاء الله نتكلم عن السعد الثاني، وهو الأفضل والأجل، سعد ابن معاذ أبو عمرو الأوسي، سعد الأول ابن عبادة من الخزرج، وسعد الثاني ابن معاذ من الأوس، وهما يعرفان بالسعدين، وهما سيد الأنصار، وكما مر معنا الأبيات التي سمعت: أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي. وكانت تعرف قريش آنذاك مكانة السعدين وقوتهما في نصرة الإسلام. فأما سعد الأوس ابن معاذ من بني عبد الأشهل، وهو السيد الشريف رضي الله تعالى عنه، قضى عمرا في الإسلام لا يتجاوز 6 سنوات، حياته في الإسلام كلها 6 سنوات. وفي هذه 6 سنوات نال من المكارم والمكانة العظيمة ما حين جاء موته اهتز له عرش الرحمن. فرجل عظيم كان سعد، كما نقل الذهبي في السير وابو نعيم في معرفة الصحابة أنه كان رجلا طويلا أبيض جميلا عظيما في جسمه، وكان شجاعا، وولد له من الأبناء 2، عبد الله وعمر، ومن أولاد أولاده واقد ابن عمر ابن سعد، كان شبيها بجده سعد رضي الله تعالى عنه. ويوم من الأيام دخل على أنس بن مالك بعد زمن من وفاة جده سعد رضي الله تعالى عنه، فأنس بن مالك قال له: من أنت؟ قال له: أنا فلان ابن فلان، يعني جدي سعد. وكان جسيما، فنظر إليه أنس بن مالك قال: ما أشبهك بجدك؟ ثم بكى أنس رضي الله تعالى عنه. فسألوه فقال: كنت يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه جبة من ديباج مطرزة بالذهب، والجبة دي أرسله سعد رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل، منطقة بتقع على أميال من المدينة جهة الشام. كان سعد هناك، فأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة جميلة جدا مطرزة بالذهب، فتعجب الناس من جمال هذه الجبة والحلة، سمحة جدا، اتعجب الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من هذه الجبة؟ قالوا: نعم يا رسول الله، والله ما رأينا حلة مثلها، زي أصل ما شفنا قبل كده. قال: والله إن مناديل سعد في الجنة خير من هذه. قال لهم: مناديله بس في الجنة خير من ده. سعد نال مكانة عظيمة جدا، أسلم على يد مصعب بن عمير. أول ما أسلم شوف ذاته
خير الصحابة لأهلهم كان كيف؟ أول ما أسلم سعد طوال مشى لقومه قال يا بني عبد الأشهل أي رجل أنا فيكم؟ قالوا أنت سيدنا فضلا وخيرنا نقيبة أو نقيبة من النقابة، يعني ذل نقيب يعني ذل المصطفى والمختار. طيب قال لهم فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساءكم، ما بتكلم مع واحد منكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. كلام مع ذول ما دايره أنا، حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قالوا فما أصبح عليهم الصباح حتى أسلموا جميعا. بني عبد الأشهل كلهم أسلموا على يد سيدهم سعد رضي الله تعالى عنه. وأيضا من مواقفه العظيمة، يوم من الأيام مشى وعنده واحد كان في الجاهلية صاحبه أمية ابن خلف الرجل اللعين، كان سيد بلال والذي عذب بلالا. فلما نزل عنده في مكة أمية قال له انتظر حتى إذا اشتد النهار طفت آمنا، تمشي بالبيت تطوف آمن، لكن النهار ما جماعة ما بكونوا ما في الوقت ذاك. فلما اشتد النهار ذهب سعد يطوف، وكان أمية لما يمر على الشام بينزل في المدينة عند سعد ابن معاذ. فلما طاف دخل أبو جهل فنظر إليه قال من هذا الذي يطوف آمنا؟ قال أنا سعد. أبو جهل قال له آويتم محمدا؟ آويتوا هناك وحميتوه، لأنه عارف الأنصار أهل منعة. قال آويتم محمدا ثم تطوف بالبيت آمنا؟ واشتد الكلام بيناتهم، فرد عليه سعد، اشتد بيناتهم الكلام. فقال أمية قال لا تكلم أبا الحكم فإنه سيد أهل الوادي. خلاص قال له ما تكلموا، يعني نظام ما تعترض عليه. فغضب سعد قال له اسكت أنت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. تصبر قال له خليك من موضوع أبو جهل ده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا سمعته قال بكتلك. فخاف أمية خوفا شديدا، حتى جاءت في رواية البيهقي قال له إياي؟ قال بكتلني أنا؟ قال والله ما كذب محمد قط. محمد قال له والله ما بكذب. قال فكاد أمية أن يحدث الحدث بتعرفه ده من الخوف من الكلام ده. فذهب إلى زوجتي مشى لمرته في البيت قال لها أما سمعت ما أخبرني صاحب اليثرب قاصد سعد؟ قالت وما حدثك؟ قال حدثني أن محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت والله ما يكذب محمد، شيل شيلتك ما بكذب. فلما جاء يوم بدر قال أمرك معانا، فرجع إلى امرأته، رجع إلى امرأته في البيت قالت له أما ذكرت ما قال صاحبك اليثربي؟ تقلل قالت له الكلام ذاك نسيته ولا شنو؟ فأبى أن يخرج. أبو جهل غشاه وقال له أنت من أسياد الوادي، أنت من السادات أمرك، قال له اخرج معنا يوما أو يومين ثم ارجع. هو ذاك ذاته عارف أنه النبي صلى الله عليه وسلم بكذب. قال له بس أمرك معنا يوم ولا يومين، أنت من أسياد الوادي وكذا. قال الراوي فخرج يومين فقتله الله، الله ريح منه مات. سعد رضي الله تعالى عنه كان يوم الأحزاب وهو من الشجعان، بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب من الخندق وعاد لبني قريظة، لأنه بنو قريظة ده خانوا العهد ويتحالفوا مع قريش، شكد ربنا سبحانه وتعالى قالوا اذكروا نعمة الله عليكم
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. دي الناس الأحزاب وجنودا لم تروها. وبعد ذلك قال إذ جاءوكم من فوقكم، دي الأحزاب، ومن أسفل منكم، دي الخيانة بتاعت بني قريظة لأنه دي من داخل المدينة. طيب، فسعد رضي الله عنه كان حاملا حربة وفي طرقات المدينة ويسب بني قريظة سبا قبيحا، وكان شجاعا، وكانت أمه أم سعد ومعها عائشة في حصن لبني حارثة. فلما نظرت عائشة رضي الله عنها، وهذا من فطنتها وذكائها، أن على سعد درعا مغلصة، الدرع بتاعته كانت ناقصة، بدت منها ذراعه، يده كلها ظاهرة بر الدرع. فخافت عليه عائشة، قالت لأمه لوددت أن درع سعد كانت سابغة. سابغة يعني شنو؟ يعني مغطية. فإني أخاف عليه. فأول ما مر سعد قنص له رجل يسمى حبان ابن العرقة، فضربه في أكحله، في عرق، في الذراع، ضربه بسهم، قال خذها مني وأنا ابن العرقة. سعد قال له عرق الله وجهك في النار. فالرجل ده أصاب سعد في موضع خطر جدا، وبعد ذاك بقى جرحه بينزف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة جنب المسجد، في خيمة صحابية أنصارية اسمها رفيدة، وكانت تداوي، طبيبة يعني، والخيمة قريبة عشان يعود النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد ومن بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فسعد لما صار الجرح أو الكلم ينزف قال اللهم إنك تعلم أنه ما من حي أحب إلي أن أقاتلهم في سبيلك من قوم من كفار قريش الذين آذوا نبيك وعادوا دينك. اللهم إن أبقيت من حرب قريش شيئا فابقني إليها. اللهم إن وضعت الحرب بيننا وبين قريش فتقبلها مني شهادة. يعني الجرح ده أفجر يا الله يبقى لي شهادة. قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. دي دعوات دعا بها سعد. قالوا فجف كلمه، لأنه الجرح بتاعه ده النبي صلى الله عليه وسلم حماه بالنار، انتفخت يده، تركه انفجر الجرح، تاني حماه بالنار انتفخت يده، أول ما دعا بالدعاء ده الدم وقف وبقى قاعد في مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة واشتد عليهم الحصار، ولما اشتد عليهم شديد وهم معاندين مقفلين حصونهم، بس اليهود طبعا ما بيقاتلوا قتال مباشر، كله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. مجرمين من زمان أصلا قاتلوا عديل. لما الحصن ده استعصى عليهم صاح علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صيحة عظيمة يا كتيبة الإسلام، ثم هجم ومعه الزبير ابن العوام الفهري، ده الناس شجعان من بني هاشم، ده القاطعين كما قال عنهم أبو طالب، قال شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياغل، فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل، بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم ضواري أسود فوق لحم خرادل، بني أمة محبوبة هندكية بني جمح عبيد قيس بن عاقل. ديل فرسان قاطعين. علي بن أبي طالب لما هجم عليهم قال والله
لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن الحصن. فنزلوا طوالي إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قول له دقيقة، نحن نازلين لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلوا إلى حكمه. لما نزلوا بنو قينقاع قبال، أكانوا زمان في الجاهلية حلفاء الخزرج، كانوا حلفاء الخزرج. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجليهم من المدينة قاموا قالوا له الخزرج، قالوا ده الحلفانا الدين نحن نحكم فيهم. وطلب ذلك عبد الله ابن سلول، ابن أبي ابن سلول المنافق، وطبعا كان متخفي ما بصر النفاق بتاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهبهم إياه فأجلاهم من المدينة، ما كتلوا، ذاك ما منافق كويس. لما جاءت القصة بتاعت بني قريظة، بني قريظة حلفاء الأوس، قالوا يا رسول الله هب لنا أو أنزلهم على حكمنا، خلوهم نحكم عليهم نحن. فقال إذن يحكم فيهم سيدكم سعد رضي الله عنه. أول ما سعد جاي من هناك خرج على حمار، حملوه وجاي للمكان اللي بيحكم فيه. اليهود مشوا له مجارمة وبقوا شغالين بيستلطفوا فيه، قالوا له أبنائنا وأموالنا والأطفال، ويحنسوا فيه. فقال سعد كلمة، قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. أول ما سمعوا الكلمة دي واحد منهم مشى قال لهم هوي والله الكلمة سمعتها دي الموت، بس ما في غير الموت. وهم طبعا بني قريظة ديل بالذات في اليهود ناس ضبلانين وميتين، بيعرفوا الخسة بس أصل الأمر الجادي ده ما بيقدروا عليه. قام كعب بن الأشرف قال لهم انتوا شايفين اللي حصل علينا، قال لهم اني عارض عليكم خصال ثلاثة اقبلوا مني واحدة. الأولى قال لهم انكم تعلمون ان محمد النبي، انتوا تعلموا كده عارفينه، وعليكم ان تصدقوا وتؤمنوا به، ننحل من الموضوع ده نؤمن بمحمد بس. قالوا والله لا نترك التوراة، التوراة ما بنخليها. طيب دي الأولى. الثانية قال لهم قال لهم اليوم يوم سبت ومحمد آمن في أصحابه كويس. قال لهم نغير عليه وعلى أصحابه في هذا الأمان. قال والله لا نفسد سبتنا، سبتنا ما بنخربه. أها الثالثة قال لهم نقتل أبناءنا ونساءنا ونخرج إلى محمد في السيوف، عشان ما نكون ذاته عندنا حاجة ولا تاني راجعين ليها. قالوا له وما خير العيش بعد أبنائنا. قال لهم ما بات أحد منكم يوما من الدهر حازما، أص من يومكم ما عندكم رأي كده رأي واضح، ما عندكم كله روحوا يلا. فنزلوا إلى حكم سعد. أول ما جاء سعد قال أحكمي في هؤلاء نافذ اليهود البيجايدين؟ قالوا نعم. قال وفيما ها هنا يشير إلى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وهو معرض عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه إجلالا له، ما أدري أقول لهم حكمي أنا نافذ في الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وفيما ها هنا؟ قالوا نعم. قال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وأموالهم. أي زول قالوا جرد عليه المواسي، المواسي جمع الموس، أي زول حلق لحيته أو جرد عليه الموس حلق عانته دخل أسبق مقاتل يقتل. فخدوا لهم الأخاديد
وأخرجوهم. علي بن أبي طالب شال السيف ومعه من الأنصار ثابت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وغيره ماسكين السيوف واقفين، أي ذول بيجوا يقطعوا راسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ده حكم الله من فوق سبع سماوات. طبعا دي عقيدة تكلم عنها شيخ محي الدين، عشان تعرف انه العقيدة دي ذاتها مسلم عليها زمن الصحابة. ما في ذول سألوا قال لي يعني شنو من فوق سبع سماوات؟ والله فوق سبع سماوات. ما في ذول سأل سؤال زي ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة دي في مشهد من الصحابة، ما استشكلوا الكلمة ولا سألوا، لأن العقيدة واضحة بالنسبة لهم. كويس؟ كتلوم حجي بن أخطب من نمرق شوية كده، ده طبعا من مجارمتهم الكبار. لما جابوا يقتلوا قال لها بيسوي جبة ظريفة لبسة سمحة، قالوا مزقها أنملة أنملة، قطعها حتة حتة عشان ما يستفيد منها ذول بعده. بلا شو اليهود المضرين كيف؟ الجلابية حقته قطعها حتة حتة، وجابوا للقتل مربوطة عنقاه أو يداه إلى عنقه، مربطين يدينه. وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال له: والله ما ندمت على بغضي إليك يوما واحدا، ما ندمان قال لي بعد ده كله. لكن قال له: من يخذل الله يخذل. كويس؟ وبيقوم مرقوا فيهم. الأغبياء بيسألوا في كعب بن أسد، ده برضه من كبارهم، إلى أين يا كعب؟ قال لهم: في كل موطن لا تعقلون. أنتم لسه ما فاهمين في شنو؟ أمرقوا القتل بس. قال لهم بعد أمرقوا فقتلوهم، حفروا لهم الحفر وانتهوا منهم. بعد ذاك سعد أول ما ربنا سبحانه وتعالى قضى هذا الأمر قالوا: انفجر كلمه، انفجر جرح سعد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صياحا فدخل فإذا سعد قد مات رضي الله تعالى عنه. فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: والله إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر من بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال الله فيهم رحماء بينهم، يبكون على سعد رضي الله عنه وأمه بكت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل نائحة كاذبة إلا أم سعد، أنه بكت على ولده بحق. فحمل سعد وذهبوا به إلى قبره، وقد كان رجلا عظيما جسيما. واحد من المنافقين قالوا: والله إن كان لبادنا، لبادنا يعني جسمه عظيم، وما حملنا أخف منه، خفيف جدا وكنت شايلينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل حملته الملائكة. أنتوا ما شايلينه، سعد ده شايل الملائكة. فذهبوا إلى قبره، قال الصحابة: ونحن نحفر قبر سعد وإن روائح المسك لتخرج من التراب، من تراب سعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استبشرت الملائكة بروح سعد وفرحت بها واهتز له عرش الرحمن. ست سنوات بس، بالله شوف الكلام ده كيف، ست سنة في الإسلام اهتز لموته عرش الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا عند قبره فسبح الصحابة كلهم، ثم كبر، فكبر الصحابة جميعا، قال: إن هذا العبد ضمه القبر ضمة كادت تختلط منها أضلاعه. قال: ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد. ابن كثير الذهبي علق على النقطة دي، قال: قلت وليس هذا من عذاب القبر ولا من عذاب الآخرة. قال: وإنها ضمة ينالها العبد
وهذا ليعلم الناس أن الإنسان في مكابدة وفي عناء حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. يا أخواننا، إذا كان سعد اللي بيهتز له عرش الرحمن لموته يضم في قبره ضمة شديدة، فكيف بغيره؟ الذهبي قال: ولا ينال العبد الراحة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. سعد رضي الله عنه رجل عظيم، وممن نصر الله تعالى به الإسلام، وحبه وحب الأنصار دين وإيمان، وعلينا أن نتلمس من سير الصحابة ما يزيد به إيماننا وما نتعلم به منهم ديننا وأخلاقنا ونتعلم منهم القيم. أسأل الله أن يعلمني وإياكم وأن ينفعني وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.